مرحبا حازم. الغارة الاسترالية الأخيرة كانت في المنطقة الجغرافية الواقعة ما بين مدينة دير البلح ومنطقة خان يونس إلى الجنوب من وسط قطاع غزة. هذه الغارة الاسترالية استهدفت منطقة المواصي كما هو معروف، استهدفت أراضي زراعية في تلك المنطقة أو ما يعرف بمنطقة حطين كما هو معروف. هذه الغارة الاسترالية أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات، نقلت لمستشفى جنوب قطاع غزة. بطبيعة الحال منذ ساعات صبيحة هذا اليوم عمليات القصف المدفعية مركزة على محيط منطقة أبراج الأسرة غرب النصيرات، محيط منطقة المفتي، إضافة لسقوط بعض القذائف في منطقة الدعوة إلى الشمال الشرقي من مخيم النصيرات. عدة إصابات وصلت من مخيم البريج ومنطقة مخيم المغازي بفعل عمليات القصف المدفعي منذ ساعات الصباح على مناطق شرقية أيضا لوسط القطاع. هذه القذائف إما تضرب منازل للمواطنين، إما تسقط في فناء المنازل، وإما تسقط في أراضي زراعية شرقية. المناطق الحدودية لشرق مدينة دير البلح منذ ساعات الصباح الأولى وهي تتعرض لعملية إطلاق نار وعمليات قصف مدفعي وغارات إسرائيلية. في تمام الساعة السابعة صباحا من هذا اليوم، يعني نفذت الطائرات الحربية 3 غارات على مناطق شرقية لمدينة دير البلح، استهدفت المناطق المحادية للحدود الشرقية والسياج الفاصل. هذه الغارات الإسرائيلية ضربت أراضي زراعية ولم تضرب مباني سكنية في تلك المنطقة ولم تصل أي إصابة، لكن في مخيم البريج كان هناك استهداف لمنزلين في المناطق الشمالية الشرقية، تحديدا منطقة تعرف بمنطقة أبو حجير، حيث تم يعني نسف منزلين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. تراجع الآليات والدبابات الإسرائيلية وتموضعها داخل المواقع العسكرية سمح لعدد من الناس والمواطنين من الوصول لمناطق شرقية في مخيم البريج، وانتشال 5 شهداء تم فقدان آثارهم بالأمس بعد غارة إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين من عائلة واحدة، عائلة النبهين، قد وصلوا صباح هذا اليوم أو ظهيرة هذا اليوم لمستشفى الشهداء الأقصى. لاحظنا أن الجثامين بعض أشلاء بسبب الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. محور نت سريم ومنطقة جحر الديك تتعرض في هذه الأوقات لعمليات قصف من قبل المقاومة الفلسطينية، تحديدا قذائف الهون لن تنطلق باتجاه منطقة نت سريم، إضافة لرشقات صاروخية تطلقها المقاومة الفلسطينية باتجاه تجمع قيادة الجيش وتحديدا المنطقة الغربية. هناك تقدم للدبابات، الآن الآليات الإسرائيلية خرجت من منطقة نت سريم ويعني تقوم بعملية تمشيط ما بين مفترق نت سريم باتجاه الجنوب وصولا لمنطقة مفترق الزهراء ومنطقة أبراج الأسرة على شارع الرشيد، وتقوم بعملية إطلاق نار وقصف مدفعي أيضا باتجاه الأراضي الزراعية، فيما تمنع قوات الاحتلال وصول المواطنين وكذلك السيارات الإسعاف من انتشال بعض المفقودين وممن فقدت آثارهم في تلك المنطقة. هذه حازم بطبيعة الحال تطورت الميدانية إضافة لعملية واستمرارية تحليق الطائرات الحربية والطائرات الاستطلاع في سماء وسط القطاع.